بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي. اليوم بإذن الله موعدنا مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو أنواع خبر إن وأخواتها. لا بد في البداية أن تعلم كما كنا في الدرس الماضي، كان عن إن وأخواتها، التعريف بإن وأخواتها وكيف تأتي إن وما أنواع واستخدامات إن وأخواتها. وكنا أن إن وأن تفيد التوكيد، ثم ليت تفيد التمني مع الشيء المستحيل، ولعل تفيد الرجاء، ولكن تفيد الاستدراك. وقلنا أن إن وأخواتها من أكثر القواعد النحوية التي نستخدمها في حياتنا اليومية ولكن دون أن تشعر، فلذلك لا بد أن تتعلم كيف تستخدم هذه القواعد النحوية وهذه الكلمات وتضعها في تعبيرات مفيدة. بداية نجيب على بعض الأسئلة الهامة كمراجعة على ما سبق في الدرس الماضي من درس إن وأخواتها، أو لاسترجاع المعلومات سريعاً. ما هي الحروف الناسخة؟ الحروف الناسخة قلنا أنها إن وأخواتها، إن أن لكن كأن ليت لعل. ماذا تفعل إن وأخواتها في الجملة الإسمية؟ قلنا أنها تدخل على الجملة الإسمية، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. ليت من الحروف الناسخة، ليت من الحروف الناسخة، نعم من الحروف الناسخة. فماذا تفيد ليت؟ نعم، ليت تفيد التمني. من الحروف الناسخة يفيد التشبيه، طبعا حرف كأن يفيد التشبيه. تدخل الحروف الناسخة على الجملة الإسمية ويسمى المبتدأ اسمها ويكون منصوبا، أحسنتم. الحرف الناسخ كأن يفيد كان، كأن يفيد التوكيد، تمام. كأن كان فعل ماضي يفيد التحقيق والثبوت، أما كأن لو عليه همزة ونفرق كويس قوي ما بين كان وكأن. كأن كأن إذا وضع على الألف همزة والنون مشددة فهي حرف ناسخ من أخوات إن. انظر في أول سؤال، إن أن لكن كأن والنون مشددة. أما إذا لم يوضع عليها شدة، على النون شدة ولا على الألف همزة، فكانت كان فعل ماضي، كان فعل ماضي وليس من الحروف. الفرق بين إن وأخواتها وكان وأخواتها، وهذا كل إن شاء الله بإذن الله النهاردة يعتبر، لو رجعنا على كان وأخواتها وإن وأخواتها وأنواع الخبر، يبقى إحنا رجعنا على النحو بتاع الترم الأول كله، لأن النحو الأول كله مرتبط ببعضه كله. الفرق بين إن وأخواتها وكان وأخواتها كثير جدا، ما يتم الخلط بين إن وأخواتها وكان وأخواتها، وخاصة يعني ما كناش بنتلخبط في كان وأخواتها، وكانت سهلة يا مستر لما كنا لسه ما خدناش إن، لكن لما خدنا إن وأخواتها ممكن يبقى الجملة حرف ناسخ وعريب على إنها فعل ناسخ، أو تبقى فعل ناسخ وعريب على إنها حرف ناسخ، أو العكس. لذلك لابد من التفريق الجيد بينهما، لابد من التفريق بينهما جيدا. كون حافظ كان وأخواتها جيد، وتكون حافظ إن وأخواتها جيد، عشان تقدر إن أنت تفرق ما بينهم. لو جالك جملة تبقى عارف الجملة دي إن وأخواتها ولا كان وأخواتها. لابد من الفرق بينهم، لأن بيحصل ما بينهم اختلاط كتير بسبب الاقتران الظاهري بينهما في لفظ التعريف. فيما يفرق التعريف إن أخواتها وكان وأخواتها هو بالبداية بالكاف في كأن وكان اللي احنا قلنا عليها، تمام، وكسر الألف في إن بالإضافة لعمل الاثنين في تغيير على تغيير لنفس العنصرين وهما المبتدأ والخبر. يعني المبتدأ والخبر مع كان وأخواتها بيكون المبتدأ اسم كان مرفوع، والخبر بيكون تمام، فخبر كان منصوب. أما إن وأخواتها، إن وأخواتها المبتدأ بيكون اسم إن، اسم إن منصوب، أحسنتم، والخبر بيكون خبر إن
مرفوع. الكلام ده قلناه تعتبر إن وأخواتها حروف، بينما كان وأخواتها أفعال، وتعمل كان وأخواتها على رفع المبتدأ ونصب الخبر، بينما تعمل إن وأخواتها على نصب المبتدأ ورفع الخبر. مثال: كان الجو جميلا. غيرت أنا بقى، إن الجو جميل. إن الجو جميل. أنواع خبر إن وأخواتها بقى. إيه أنواع الخبر اللي موجودة في إن وأخواتها؟ أول حاجة الخبر المفرد. وإحنا عرفنا يا مستر إن الخبر المفرد ده ما ليس جملة ولا شبه جملة. جيداء، وعليكم السلام. محمد عواد، تمام. محمد جيداء، تمام. أحمد ممدوح، فريدو. طيب اللي موجودين كده يقولوا كم واحد؟ كل واحد موجود يعرف نفسه، ولو كان في وقت إن شاء الله هنلعب كهوت مع بعضنا. هنشوف بس العدد اللي موجود قد إيه. لو كان العدد اللي موجود عدد كبير ممكن نلعب كهوت، مفيش مشكلة مع بعض. طيب احنا قلنا ان كان او انواع الخبر، انواع الخبر اول نوع من انواع الخبر الخبر المفرد. والخبر المفرد ده بيكون ما ليس جملة ولا شبه جملة. خبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. الخبر المفرد زي مثلا زي ما هو ظاهر قدامكم، تمام. إن الحياة جهاد. إن الحياة جهاد. أين الخبر؟ اتعودنا إن الخبر بنسأل عنه ب خبر بنسأل عنه بإيه يا شباب؟ لو أنا عايز أوصل للخبر هسأل عن الخبر بإيه؟ لو أنا عاوز أجيب الخبر هسأل عن الخبر بإيه؟ معانا محمد عواد وجيداء وأحمد ومروان، تمام. جهاد يا الخبر، تمام. ايوه مروان حسين، احسنت يا مروان. الخبر بسال عنه بماله، الخبر بنسال عنه بماله، ماله، تمام. يبقى كده الخبر لو سالنا عليه بماله هيطلع ان الجو جميل، ان الحياه جهاد، يبقى جهاد خبر. كان الجنديين اسدان. كان الجنديين أسدان. فين الخبر في الجملة دي ونوعه إيه؟ فين الخبر ونوعه إيه؟ يلا مين جاوب؟ الخبر هنا، تمام يا أحمد يا ممدوح. الخبر بنسأل عن ماله، تمام يا جيداء. محمد عواد وجيداء وأحمد ممدوح، تمام أوي. الخبر هنا ومفرد، خبر مفرد وهو كلمة أسدان، تمام. وقلنا إن كأن تفيد التشبيه، لأنها تفيد التشبيه. بارك الله فيكم. نيجي على المثال اللي بعده. ليت المسلمين متحدون. ليت المسلمين متحدون. طبعا هنا الخبر متحدون. ولو نلاحظ أن كلمة جهاد، كلمة أسدان، كلمة متحدون كلها كلمات مفردة. كلها كلمات مش زي مفردة يا مستر، ما انت أسدان مثنى ومتحدون جمع. لا، في النحو الخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. الخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. يبقى الكلمات دي كلها في الخبر هنا مفرد. أما النوع الثاني فهو الخبر الجملة، وينقسم الخبر الجملة إلى جملة اسمية وجملة فعلية. مثال: إن الشهر أيامه طوال. إن الشهر، اتعودنا زي محمد عواد مثلا كده قال، وجيداء كمان قالت، إن الخبر بسأل عنه بماله. الشهر ماله؟ أيامه طوال. نسأل بس نطمن كده يا أولاد على المبتدأ، هيقوم مطلع لنا الخبر على طول، هو بيخبيش علينا حاجة. روح له اقول له مبتدأ مالك، هيقوم مطلع لك الخبر على طول وقايل لك هو فين. ان الشهر ايامه طوال، ينفع اقول ان الشهر ايامه واسكت؟ لا. طب ينفع اقول ان الشهر طوال؟ لا. الشهر ماله؟ ايامه طوال، وده خبر جمله اسميه. طب عرفت ازاي ان هو خبر جمله اسميه؟ حد يجاوب ازاي عرفت ان هو الخبر ده خبر جمله اسميه؟ يلا يا شباب، ازاي عرفت ان هو خبر جمله اسميه؟ تمام. الضمير المتصل في جيداء قالت الضمير هو، تمام. احمد ممدوح، هو مش هو بقى، الهاء، تمام. جيداء قالت الضمير المتصل
وتقديره هو أيامه، الضمير المتصل عاد إد على المبتدأ أحسنتم. بارك الله فيكم. يبقى الشهر أيامه طوال، إن حرف ناسخ مبني على الفتح، الشهر اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أيامه أيام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أما كلمة طوال، لأن الجملة قلنا خبر جملة اسمية ينقسم إلى مبتدأ وخبر، يبقى طوال خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هل كده الإعراب خلص خلاص؟ لا، أوعى، لازم تجيب الخبر بتاع إن فين؟ إن الشهر ماله أيامه طوال، أقوم قايل والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر اللي هي أيامه طوال في محل رفع خبر إن. ليت العاصفة تهدأ، ليت العاصفة تهدأ. عاوزكم كده تعربوا لي كلمة تهدأ. تهدأ لوحدها هتتعرب إيه؟ كلمة تهدأ لوحدها هتتعرب إيه يا شباب؟ كلمة تهدأ، يلا، في حاجة كده خايف لا تقعوا فيها وانتوا بتجاوبوا. أيام وضمير خلاص، تمام، محدش عارف كلمة تهدأ لسه ليه، يلا تهدأ. تمام يا جيداء. أحمد ممدوح، ده اللي أنا خايف منه يا أحمد. جيداء تمام، خلاص يا جيداء شفتها، ما تكررش الإجابة عشان الشات بس ما يتملاش. يبقى قال إن كلمة تهدأ خبر ليت، أما جيداء قالت تهدأ فعل مضارع. بص يا أحمد، الخبر اللي الفعل لا يعرب إلا فعل، الفعل لا يعرب إلا فعل أيا كان موقعه وأيا كان مكانه في الجملة، الفعل لا يعرب إلا فعل. فكلمة تهدأ دي ماليش دعوة قبله إيه ولا بعده إيه، تهدأ فعل مضارع مرفوع بالضمة، ما عليهوش أبدا 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 على إنه خبر ليت. إزاي الفعل هيبقى خبر؟ أنا بعد ما أقول مثلا ليت حرف ناسخ مبني على الفتح، والعاصفة اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، تمام؟ تهدأ بقى فعل مضارع مرفوع بالضمة، والجملة الفعلية ليها تهدأ، طب تهدأ دي فين الفعل بتاعها؟ ضمير مستتر تقديره هو، يبقى تهدأ فعل مضارع مرفوع بالضمة، والجملة الفعلية تهدأ في محل رفع خبر إن، الجملة الفعلية تهدأ في محل رفع خبر إن. أما النوع الثالث فالخبر شبه الجملة، وينقسم الخبر شبه الجملة إلى جار ومجرور أو ظرف. مثال: لعل الطائرة فوق الشجرة، لعل الطائرة فوق الشجرة. طبعا فين الخبر هنا؟ طائر اسم لعل، الطائر ماله؟ فوق الشجرة، يبقى فوق الشجرة هو الخبر ونوعه شبه جملة لأنه ظرف مكان. أحسنتم. إعرابه بقى بالتفصيل: لعل، أنا عارف ده وهديكم حالا جمل تعربوها، لعل حرف ناسخ مبني على الفتح، والطائر اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كلمة علامة نصب الفتحة الظاهرة دي ممكن ما نحتاجهاش دلوقتي. فوق ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والشجرة طبعا اللي بيجي على طول بعد الظرف الزمان والمكان عارفينه من السنة اللي فاتت انه بتعرب على طول مضاف اليه، اي حاجة بتيجي بعد الظرف الزمان والمكان بتعرب مضاف اليه، يبقى مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة. خلصت كده؟ لا، لازم اقول الخبر بتاع لعل فين، يبقى فوق الشجرة شبه جملة في محل رفع خبر لعل، في محل رفع، هو مش خبر مرفوع، خبر مرفوع دي لم يبقى مفرد بس في محل رفع خبر لعل. الجملة اللي بعدها: إن العلم في الصدور، إن العلم، إن حرف توكيد، حرف ناسخ، تمام، ممكن تقول حرف توكيد مبني وممكن تقول حرف ناسخ مبني براحتك. العلم اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، في حرف جر، صدور اسم مجرور. خلاص كده الجملة؟ لا، لازم تحدد الخبر فين. تمام، يبقى في الصدور خبر شبه جملة، هقول شبه الجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر إن. أمثلة معربة، أمثلة معربة: إن الماء مفيد، طبعا الخبر هنا مفيد ونوعه مفرد، نعرف بقى بالتفصيل: إن حرف ناسخ مبني على الفتح، والماء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مفيد خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع لأن الماء ماله مفيد، أما للجسم فيها جر ومجرور. نقط
لكن الماء فائدته عظيمة. ايه النقط دي؟ ايه النقط دي؟ محطوطة غلط ولا انا اللي حاططها قصدي ولا دي ايه؟ حد يعرف يقول لي ليه النقط دي اتحطت كده في البداية؟ تمام، النقط دي لان لازم يجي قبل لكن، ولازم يجي قبل ان ولكن لازم يجي قبلهم كلام. يبقى ممكن مثلا مثلا الماء بارد، تمام، او ماء النهر بارد جدا لكن الماء فائدته عظيمة. فلكن تفيد الاستدراك دائما، الماء ماله فائدته عظيمة، يبقى الخبر هنا فائدته عظيمة ونوعه جملة اسمية. الإعراب بالتفصيل، لكن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الماء اسم لكن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فائدته فائدة لوحدها، مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والهاء الهاء في كلمة فائدته طبعا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، تمام؟ فائدته عظيمة، فائدته عظيمة. خد بالك احنا قلنا فوق ان خبر لكن فائدته عظيمة ونوعه جملة اسمية، والجملة الاسمية بتتكون من مبتدأ وخبر، يبقى فائدته عظيمة، عظيمة دي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة الاسمية فائدته عظيمة في محل رفع خبر إن. المثال الثالث، إن الماء يفيد الجسم، إن الماء يفيد الجسم، خبر إن طبعا الماء ماله يفيد الجسم، يبقى يفيد الجسم نوعه جملة فعلية، نوعه جملة فعلية. الإعراب، إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إن حرف ناسخ، والماء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يفيد فعل مضارع مرفوع. هو حد يقول خبر إن مرفوع؟ اوعى، يفيد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يفيد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة. مين اللي بيفيد؟ الماء اللي هو هو، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. بصوا يا شباب، عندي في الجملة الفعلية بسأل عندي أول ما أشوف جملة فعلية أسأل سؤالين، مين مين وإيه، مين وإيه؟ يفيد الماء الجسم، مين اللي بيفيد الماء؟ بيفيد إيه الجسم؟ يبقى مين هسأل عنها للفاعل وإيه بسأل عنها للمفعول، اوعى تنسى حاجة زي كده. يبقى مين بسأل عنها للفاعل وايه بسأل عنها للمفعول، تمام كده يا شباب؟ يبقى يفيد الماء الجسم، يبقى دي طبعا الخبر هنا نوعه جملة فعلية كده خلاص. لا، الجسم طبعا مفعول به قلناها، والجملة الفعلية يفيد الجسم في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن. لعل الماء في الكوب، طبعا هنا خبر لعل يفيد الجسم في الكوب، تمام، في الكوب، ونوعه شبه جملة، يفيد الجسم دي مش معانا، نوعه شبه جملة. الإعراب لعل فعل ناسخ مبني على الفتح، حرف ناسخ مبني على الفتح، والماء اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، والكوب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هل كده الجملة خلصت؟ لأ، لسه، وشبه الجملة في الكوب في محل رفع خبر لعل. إن الماء داخل الكوب، إن الماء داخل الكوب، إن فين اسمها الماء وفين خبرها؟ داخل الكوب، وخد بالك داخل دي ظرف، داخل وبعد ومع وعند، دي كل الكلمات دي، وحيث ومنذ، كل الكلمات دي ظرف، تمام. إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الماء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، داخل ظرف زمان، ظرف مكان منصوب بالفتحة وعلامة نصبه الفتحة، والكوب اتفقنا ان اي حاجة بتيجي بعد الظرف بتتعرب مضاف اليه، اي حاجة بتيجي بعد الظرف بتتعرب مضاف اليه. طيب، داخل الكوب
شبه جملة، هنقول وشبه الجملة داخل، أو ممكن نجيب معاها داخل الكوب. يعني على فكرة المضاف إليه ممكن يجي بعد يعني مثلا أنا قلت كتاب الطالب جديد، فين المبتدأ؟ كتاب الطالب عادي، وممكن أقول كتاب بس عادي، تمام؟ يبقى شبه الجملة داخل أو داخل الكوب ممكن تجيبها لوحدها، وممكن يجيب المضاف إليه معاه كمان في محل رفع خبر إن. ده جدول كده جامع فيه كل أنواع الخبر ومدي مثال على كل واحدة. إن الطالب مجتهد، طبعا المبتدأ اللي هو اسم إن كلمة الطالب، والخبر اللي هو خبر إن مجتهد. الجملة كانت الطالب مجتهد قبل ما يدخل عليها إن وأخواتها، حولت المبتدأ لاسم إن والخبر لخبر إن، وده طبعا مفرد. ليت الفلسطينيين مسلحون، المبتدأ اللي هو أصبح اسم ليت الفلسطينيين، وخبر ليت أصبح مسلحون، ونوعه مفرد. مفرد قلنا هو جملة جمع مذكر ايوه، لكنه مفرد لانه ليس جمله ولا شبه جمله. لعل الممرضات، ها تي ولا تو ولا تا؟ ده جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم منصوب ويجمع علامه نصب القصره، يبقى ان الممرضات تي رحيمات. يبقى الممرضات اسم لعل اللي هي كانت مبتدأ، ورحيمات خبر لعل اللي هي كانت خبر، وده كله خبر مفرد. نخش على الجملة الاسمية. إن المدرسة فصولها واسعة، إن المدرسة مالها؟ فصولها واسعة. يبقى المدرسة اسم إن وفصولها واسعة خبر إن، وده نوع جملة اسمية لأن في ضمير. كأن فاطمة ملامحها جميلة، فاطمة اسم لأن، اسم كأن، تمام، وملامحها جميلة، فاطمة مالها؟ ملامحها جميلة. يبقى ملامحها جميلة خبر كأن، وده جملة اسمية لأن فيها ضمير. ليت العاصفة تهدأ، العاصفة تهدأ، العاصفة اسم ليت اللي كانت مبتدأ وبيت اسم ليت، وتهدأ ما ينفعش أقول خبر ليت ولا كانت خبر أصلا، إنما تهدأ فعل مضارع، سواء دخل ليت او دخل كان او دخل ليدخل على الجمله، ده كله الكلام ده كله ما يفرقش مع الفعل المضارع. يبقى تهدأ فعل مضارع، لكنه فعل مضارع في محل رفع خبر ليت، في محل رفع خبر ليت. لو ما فيش ليت يبقى في محل رفع خبر المبتدا، طب لو في كان يبقى في محل نصب اسم خبر كان، في محل نصب خبر كان. علمت ان التدخين ماله؟ التدخين يدمر الصحة، يبقى التدخين اسم أن ويدمر الصحة خبر أن، ونوعه جملة فعلية. علمت أن المتعة في السفر، المتعة مالها؟ في السفر. يبقى المتعة اسم أن والخبر في السفر، ونوعه شبه جملة. لعل الطائرة فوق السحاب، الطائرة مالها؟ فوق السحاب. يبقى الطائرة اسم لعل، اسم لعل، وفوق السحاب هو خبر لعل، ونوعه شبه جملة في محل رفع خبر لعل. يلا شباب بقى نتنافس مين يجاوب معانا بسرعة. أول سؤال، أي مما يلي حرف ناسخ من أخوات إن؟ ما زال، هل ما زال دي من أخوات إن؟ هل لعل من أخوات إن؟ ظن، أن، كاد، لكن، إيه اللي من أخوات إن هنا يا شباب؟ يلا مين يجاوبني بسرعة، تابع بسرعة، يلا مين جاوب؟ لعل، جيداء، لعل، لكن، وأن، أحسنت، أحمد ممدوح أحسنت، مروان، أن ولكن، لكن لسه في واحدة يا مروان كمان ما تنسهاش. طيب السؤال الثاني، استخرج اسم إن وخبرها، استخرج اسم إن وخبرها من قوله تعالى إن الله غفور رحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ولكن الله قتلهم، إن الساعة آتية أكاد أخفيها،
ويقول الكافر يا ليتني ليتني كنت ترابا، ليتني ايه؟ مالي كنت ترابا. فين خبر ان واخواتها هنا شباب وانواعه ايه بسرعه؟ طبعا ده انا هحله معاكم، بس يعني مستني برضو اشوف كده ايه الاخبار هتبقى ايه، حلو سهل ولا صعب؟ محدش جاوب. ندخل يا شباب على اللينك اللي انا عملته عشان نعمل كهوت بعد ما نخلص السؤال ده. الناس بتجاوب ايه سريع. ايوه مش مشكله يا محمد، لما يكون النت لما يكون التيم معلق عندك تخرج وتدخل على طول، هيدخل هيشتغل تمام. تمام يلا، اللي يخلص السؤال يدخل على كهوت على طول، عشان كتبت لك اللينك بتاع كهوت وكتبت كمان الباسورد دوت بتاعه. نحل السؤال ده كده على ما الناس تدخل كلها على الكهوت. ان الله غفور، ان الله، الله ماله غفور، يبقى غفور هي خبر ان وطبعا نوع مفرد. ان الانسان لفي خسر، خدنا الحصه اللي فاتت واحنا بناخد ان واخواتها، لو خبر ان جه في حرف اللام فاللام تفيد التوكيد، يبقى ان الانسان ماله في خسر، يبقى في خسر دي نوع شبه جمله. ولكن الله، الله قتلهم، قتل فعل ماضي، يبقى خبر ان جمله فعليه. ان الساعه مالها اتيه، ايه ده هي اتيه؟ دي اسم ولا فعل؟ ده فيها تاء مربوطه، اوعى تتلخبط. الساعه مالها اتيه، يبقى اتيه دي خبر مفرد. تمام. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ايه ده؟ فين خبر ان؟ فين ان واخواتها هنا اصلا؟ ليت، ليتني، ليتني. طب لو شيل ياء الضمير ده متكلم، دي هتبقى ليت انا. يبقى الياء دي، الياء دي النون دي اسمها نون وقايه مش عليها دلوقتي، والياء دي هي اسم ايه؟ اسم ليت. وكنت ترابا خبر ليت، وده نوعه ها تمام، نوعه ايه؟ جمله فعليه، نوعه جمله فعليه. تمام. احنا كده معانا كام؟ محمد عواد، مروان، وجيداء، واحمد ممدوح. في حد تاني معانا؟ يلا نبدا. بسم الله. إن العربية كريم، اسم إن فين؟ لو حد عنده تيم معلم ممكن تخرج وتدخل تاني. كأن الكريم في عطائه بحر، فين خبر كأن؟ بالك احنا قلنا كأن الخبر بنسأل عنه بماله، كأن الكريم ماله؟ ليت البخيل متصدق على الفقراء، ليت البخيل، البخيل متصدق على الفقراء، فين خبر ليت؟ إن العلم نوره ساطع، إن تفيد إيه؟
العلم مفيد، العلم مفيد ولكن طريقه شاق. نوع الخبر في الجملة دي ايه؟ لكن طريقه شاق. إن للربيع جماله، الخبر في الجملة. أحمد عبد الجواد وأحمد عبد الفتاح، أحسن. ليت الشمس ظاهرة في من خلف الغيوم فنشعر بالدفء. فين الخبر هنا في الجملة دي؟ لعل في الجو اعتدال فنخرج في نزهة. الصواب في كلمة اعتدال، اعتدال ولا اعتدالا ولا اعتدال؟ جيدة، تفوقت. اسم الحرف الناسخ يكون، اسم الحرف الناسخ بيكون مجرور ولا مرفوع ولا منصوب؟ حرف الناسخ اسمه بيكون ايه؟ اشتدت المنافسة. آخر سؤال، خبر الحرف الناسخ بيكون مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ بيكون مرفوعا. النهاية، أحمد عبد الفتاح أحسنت، المركز الثالث والمركز الثاني جيداء، برافو. والمركز الأول مين؟ محمد عواد، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم. إن شاء الله يكون معادنا يوم الاثنين الساعة 6 مساء ويوم الخميس الساعة 11 صباحا. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.